وواجبنا جميعا أن نعمل ليظل جوهر الديمقراطية صافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الكويت. في مشهد مهيب أعزائي المشاهدين، نمسي عليكم كل خير وحلقة جديدة من برنامجنا الطريق إلى المجلس. بالطريق إلى المجلس حابين أن احنا نتواصل مع المشاهدين الكرام، نشرح فيها بعض النقاط المتعلقة في الانتخابات المقبلة اللي هي راح تكون خلال تقريبا شهر أو حتى شوية أقل من شهر، يمكن نسلط الضوء على بعض المواضيع المهمة اللي تهم السادة الناخبين وكذلك المرشحين. بإذن الله تعالى اليوم راح يكون معنا الناشط السياسي والمحامي الأستاذ محمد طالب في حوار مفتوح، راح نتناول معه قوانين أقرت وقوانين لم تقر وأخرى تم تداولها أثناء فترة انعقاد الدورة السابقة لمجلس الأمة. أستاذ محمد مساك الله بالخير وحياك الله. الله سلم. أهلا بك، نتشرف فيك اليوم معنا. شرف لي. ومثل ما يقول هذه فرصة أمانة كناشط سياسي وكذلك محامي. كبداية خلنا نوضح للسادة المشاهدين توقعاتك لسير العملية الانتخابية. احنا مقبلين على المجلس هذه او الانتخابات هذه جاءت نتيجة حل للمجلس السابق اللي في 2013، حل برغبة سامية أميرية. شنو هي توقعاتك لسير العملية الانتخابية؟ طبعا احنا طبعا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انت عارف اليوم الاوضاع السياسيه في البلد من المجلس اللي طاف والمجلس الحالي بعزوف المعارضه بالنزول، معارضه الصوت الواحد ووجود مجلس استمر حتى هذا الشهر الى ان صدر فيه مرسوم الحل. طبعا الدراسات اللي تمت او الاجتماعات اللي قامت فيها بعض الفئات والقوى السياسية أغر البعض فيها أن راح ينزل هذه الانتخابات. فأنا أعتقد راح نرد حق مجلس 2012 اللي انحل اللي كان فيه 4 أصوات. راح نبدأ الآن كبداية لانتخابات جديدة كأنها 4 أصوات. طبعا الهجوم الشرس اللي قاعد أشوفه في وسائل الإعلام على المجلس حتى من قبل لا يبدي، وقاعد أشوف التحدي الصارخ ضد الحكومة وإجراءات الحكومة. طبعا هذه ما تسمى المعارضة، هي موجودة من زمان في تاريخ السياسي، ولكن احنا ما نبي، يعني احنا بروحنا عجزنا عن تعديل بعض القوانين. نعم. وتعبنا. نعم. من او الشعب تعب من كثر ما المجلس ما اعطى الطموح المرتقب الثقافي. نعم. للشعب، ولكن اليوم احنا ما نمدش بعد في صدام اخر. يعني كانك قاعد تلمح ان مشاركه القوى السياسيه في الانتخابات المقبله راح يصير في صدام بين الحكومه. هل راح تتوقع انه راح يكون في صدام او انه راح يكون في تفهم لمثالب المرحله السابقه وتجاوزها؟ طبعا من المؤكد ان انا مو اتوقع، ولكن من المؤكد ان هناك صدام من التصريحات اللي قاعد تتم من بعض القوى السياسيه واضحه جدا. اليوم ما هي دغدغه مشاعر عشان انا ابدا بمثلا اني اتكلم ضد الحكومه او ضد، مع العلم انه ممكن في هناك نقاط ضعف في الحكومه. صحيح. صحيح. ولكن اليوم احنا نبي نوصل الى ان يحس المواطن الكويتي بالايجابيه مو السلبيه. اليوم صار الكل يعني وصل لمرحلة خلاص، يعني إن الياس، إنه ما يقدر، يعني إنه يعني الكثير من المواطنين هاجروا برا الكويت. صحيح. فأصبح هناك حاجز أو هاجس للمواطن الكويتي بأن هذه المشاكل مستمرة، سواء في مجلس 2012 15 المجلس القادم. نعم. يفترض أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وهذا احنا طبعا نادينا فيه كناشطين سياسيين من زمان. لمصلحة الكويت، لمصلحة الشعب الكويتي. صحيح. الصدام قاعد يأخرنا وايد، قاعد يأخر الكويت، قاعد يأخر الشعب، قاعد يصير فيه حقد بين الأقطاب والقوى السياسية فيما بينهم البين. حلو. طيب كتركيبة للمجلس القادم، احنا إذا جاز القول راح نسميه مجلس 2016. اينا. كتركيبة للمجلس مع مشاركة خلينا نقول أغلب القوى اللي كانت معارضة للمشاركة واللي كانت مقاطعة، تغيرت المواقف السياسية، لاحظنا بالأيام الأخيرة. نعم. كثير من رموز المعارضة
أبوا إلا أن يشتركون بالانتخابات هذه. في بعض الأنباء عن شطب بعض المرشحين، في بعض الأنباء عن عدم تسجيل بعض المرشحين كتركيبة لمجلس 2016، شنو تتوقع؟ طبعا أنا خل نقرأ القراءات اللي قاعد تتم بين أوساط الشعب. اليوم آخر قرار صدر اللي هي قرار زيادة البنزين، فأصبح هناك عزوف أو أصبح هناك هجوم على الأعضاء المجلس المنحل. نعم. فأصبح هناك وسيلة لأنه هو شو يسوي إنه يرشح أو إنه يصوت حق العضو الجديد اللي قادم، أن يوصل إلى مرحلة تغيير مثلاً نسبة 80%. يعني المجلس القادم أنا أتوقع في وجهة نظري إنه راح يصير في تغيير كبير. نعم. راح يصير في تصويت للجزء اللي عارض، كون إنه المواطن يحط في باله ان اليوم ممكن هذا الشخص المعارض من القوة السياسية اللي هو المعارضة انه ممكن يسوي شيء. نعم. يصف بجانب المواطن وانه يدافع عن حقوق المواطن بهجوم الشرس على الحكومة. تتوقع التغيير راح يطال رموز؟ يعني احنا خلينا نتكلم صراحة، عندنا في مجلس الأمة ناس تعتبر رموز للمجلس طبعًا. صار لها سنين ومنين، اللي أمانة عنده نظرة تجارية، اللي عنده نظرة سياسية، اللي عنده نفس إصلاحي حتى بالمجلس. هل تتوقع أن حتى التغيير راح يطال الرموز هذه؟ لا، مو كل الرموز، مو كل الرموز. نعم. اللي عنده قواعده وثابت وأصواته وشعبيته راح يتم، ولكن ما في شيء اسمه 3-4000 صوت. صح. لأن اليوم شنو إحنا قاعد نتكلم عن نسبة تصويت. صحيح. المجلس اللي طاف كان الكثير، يعني يمكن 60% أو 70% التصويت. صح. ولكن أنا أتوقع أن هالسنة ممكن يتجاوز 90% من ناحية التصويت. من ناحية التصويت. فالقوة السياسية اللي نزلت كان عند المجموعة اللي تتبع هذه القوة السياسية اللي هي المعارضة كانت ما تصوت، كانت تعزف عن انتخابات، كانت تنادي بأن الانتخابات راح تشارك، ولكن راح تشارك بقوة، فالعدد راح يزيد. نعم. التغيير اللي كان يشجع أو كان يأيد الأعضاء السابقين بمجرد صدور كم قرار عارض مصلحة المواطنين وعارض أمورهم الشخصية من زيادة ما زيادة، حياة اليومية، أصبح المواطن الحين يعني قاعد كأنه يقول إنه أنا رشحت وفي من يمثلني، ولكن لم يدافع عني وعن أموالي وإلى في أمور تمسني أنا شخصياً تمس ما أشوف في دفاع. تتوقع أن نسبة العزوف راح تقل على حسب قراءاتك؟ أكيد. نعم. راح يصير نسبة التصويت أكثر من أكثر. العزوف. أي نعم. معنا إحنا ذكرنا يمكن في بداية الحديث أن كثير من الناس أنت ذكرت أنه وصلوا لمرحلة اليأس. نعم. اللي أنا أعرف أن أي شخص يوصل لمرحلة اليأس من مجلس كان من أي فعلاً. أي أكتيفيتي أو أي حاجة بالضبط يعزف، ولكن نعم. مدام مس جيوب المواطنين فهم يحاولون أن يصوتون حق يغيرون. نعم. بقوة أقوى من القوة الموجودة حاليا، حتى أنه يعني يكون هما صد للطلبات اللي قاعد تبنيها. نعم. الحكومة. نعم. خاصة يعني في الآونة الأخيرة القوانين أصبحت، طبعا المشاريع بقوانين أصبحت جدا تمس المواطن الكويتي. حلو. أشو أن نحل المجلس محورنا الثاني. أينا. اللي هو القوانين اللي في أقرت في مجلس 2013. نحاول نبرز بعض النقاط كبداية، يعني خلنا نقول أبرز القوانين اللي صارت في المجلس السابق عند قانون البصمة الوراثية. نعم. وبالإضافة إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعد. نعم. خلنا نتكلم أول شيء عن البصمة الوراثية. رأيك أنت كناشط سياسي وكمحامي كراي قانوني بالنقطة هذه أو نعم. بالقانون اللي أقر، نعم. شو وجهة نظرك؟ هو يفترض، يعني إحنا اليوم إذا رحنا حق الإجراءات القانونية يفترض أن أنت كبصمة وراثية ما يتخذ هذه تعتبر حرية شخصية. نعم. اليوم اللي يأخذ الجنسية الكويتية يكون في إجراءات معينة اتخذتها الحكومة بذاتها قبل لا يكتسب. نعم. الجنسية الكويتية. نعم. نعم. فاليوم إذا أنت تحكيت عن قضايا مثلا إثبات النسب وإلى آخره، طبعا كل الأحكام ثبتت أن اليوم الولد الفراش. صحيح. وإن اليوم ما تثبت نسب الولد لأبيه إلا بوجود علاقة أسرية، زواج، معاشرة معلنة. نعم. فإذا أنت شلون تبي ترجع بثل رجعي وتسوي بصمة وراثية لأشخاص أنت أثبت نسبهم وأعطيتهم اكتساب الجنسية الكويتية وانتهى الموضوع؟ إن كان هناك تزوير أو خلل مثل ما قاعد نشوف في الأوساط الحين القضائية قاعد نشوف. صحيح. ولكن هذا السبب منه؟ السبب هناك طبعا هذه جريمة. طيب ما يمكن الحكومة تبي، خلينا نقول هي أخطأت في مرحلة ما، في أخطاء ارتكبت، وأكيد يعني ما في عمل سياسي كامل. نعم. نعم. على وجه الخليقة، ف
فليش ما نقول أن والله البصمة الوراثية أو الهدف من تطبيق البصمة الوراثية هو إقرار الحق؟ ما يجوز أن أنت تخطب هذه المسائل اليوم. أنت مو بتعطي وثيقة ورقة عادية تعطيها تقول لها أثبت أنت راح تحكم على عائلة كاملة. أنت أول شيء صار في تسلسل عائلة كبيرة مثل ما تفضلت. ثاني شيء أنت أعطيته أمور مثل منزل مثل راتب مثل وظيفة مثل حقوق. اليوم ثبت له حقوق أنت. فشو أنت اليوم تسحب الحقوق كلها؟ إذا كانت الإدارة أخطأت بمجرد أن تكون هناك جريمة تزوير جنائية. طبعاً اليوم مو أنا أروح أخذ الجنسية. في إجراء معين يتخذ حتى أنا أكتسب الجنسية الكويتية. صحيح. إذا كان هناك من أخطأ بجريمة جنائية يعاقب. نعم. يعني معقولة قضية فيها متهم بس ما فيها مشترك مع المتهم؟ طبعاً. ما هو وثيقة أروح أنا أستلمها أخذها وأمشي؟ إجراءات متبعة. يعني معنى ذلك أن هناك مشتركين طبعاً. صحيح. كجريمة جنائية. صحيح. تزوير. صحيح. من سلمني الجنسية حسب الوثائق حسب الابليكيشن الموجود في الإدارة العامة الجنسية المفروض أنا لما أحول متهم بالتزوير باكتساب الجنسية المفروض الجهة الإدارية هناك شريك معه في الاتهام. صحيح. صحيح. لأنه مو يروح والله ويقدم طلب والمفروض أنه الجهات المعنية مثل منه مثل أمن الدولة مثل أدلة الجنائية مثل هذه الجهات تدقق. صحيح. صحيح. تبين لما يطلع عندي واحد اثنين ممكن أقول والله خطأ إداري بس لما يطلع عندي مجموعة كبيرة. صحيح. فهذه طامة كبيرة طامة. صحيح. كبيرة. صحيح. صحيح. فاليوم أنت تعتقد تأثير القانون هذا هل راح يكون على الناس بشكل شخصي؟ طبعا هي بيني وبينك يعني حتى اللي ما عنده شك في نفسه انه هو مكتسب الجنسية عن طريق اصوله. نعم. يعني يعتبر اهانة ان انا بصمة وراثية اثبت نسبي لابوي ولا امي ولا اخواني ولا يدي. خاصة بان المحكمة في اثبات النسب في بعض الاحيان ما تفتح الدي ان اي حفاظا على الاسرة حفاظا على اللم الاسرة حفاظا. بس كدي ان اي الفحص هذا معتمد عند القضاء صح ولا اي معتمد في حال الجريمة. في حال الجريمة مو في حال ان انا بفحص مليون مواطن كويتي. معقولة الكلام هذا؟ يعني مو معقولة صراحة. شوية صعب تنفيذها تعتقد؟ صعب. بعدين خاصة ان صاحب سمو امير البلاد الله يطول بعمره في الفترة الاخيرة تكلم وقال ان هناك ضوابط يعني في تحسس من الشعب. نعم. ان اليوم هذا يعتبر اهانه لهم بان يروحون يبصمون والى اخره. في تزوير ما نقول ما في تزوير بس اليوم من اللي سوى التزوير هذا؟ طيب من اللي اعتراضك كمحامي على النقطه هذه او على الجزئيه هذه مالت البصمه الوراثيه هل هو اعتراض كاجراء خطا او ان لا او كمساس بالحريه الشخصيه؟ هو معنوي هو معنوي وقانوني. اوكي انت في شقين نعم. بعدين السلطه التشريعيه اللي هي متمثله مجلس الامه نعم لما تشرع قوانين للاسف ما تطلع للقوانين الاخرى. هناك قوانين تعرض قوانين. صحيح. هو مو بس انا والله سويت 115 قانون ونشرته بالجريده الرسميه ويلا طبق. لا يبا في قوانين مرتبطه بقوانين. فاليوم انت لازم تشوف بنود قانون البصمه الوراثيه هل هناك في بنود تعارض مع القوانين الاخرى بالاضافه الى انا اذا في معارضه بين قوانين المفروض انا الغي القوانين القديمه. صحيح. حتى ابلش في قانون جديد. في قانون جديد ما يتعارض. ما يتعارض. صحيح. ولكن للاسف قانون يعارض قانون، قانون بطن قانون، قانون بقانون. زين وبعدين؟ طيب هذا معناته راح يعطي فرصه كبيره للطعن بالقانون. أيوة. حتى فعلا. الناس اللي يطبق عليهم فعلا. القانون هناك هذا. طعون رفعت محكمه دستوريه منها البصمه الوراثيه. نعم. ومنها طعون في قوانين اخرى والدليل على ذلك صدور احكام. صحيح. لصالح الطاعن. نعم. يعني اذا احنا كان عندنا سوابق بالمحكمة الدستورية ألقت وايد قوانين ومراسيم والى اخره معناته في خلل قانوني خلل انشاء تشريع هذا القانون. حلو ممتاز. زين اني نتكلم عن القانون الثاني اللي هو من ابرز القوانين اللي اقرت في مجلس 2013 اللي هو قانون التامين الصحي للمتقاعدين. احنا ندري هذا القانون لما اقر صرف عليه مبالغ ماليه. نعم. جدا كبيره يعني على حسب ما قريت انا وعلى حسب يعني مثل ما نقول احنا نعيش بنفس الوسط هذا الصحي انه تقريبا 82 مليون دينار تامين صحي للمتقاعدين. شنو رؤيتك للقانون هذا؟ زين قبل اسولف عن قانون التامين. نعم. انت ما تحس انه الأمور اللي كانت تناقش قبل التصويت في مجلس الأمة السابق أن العالم كانت تتكلم كل فئة تتكلم عن موضوع يخصها. على سبيل المثال كانوا يتكلمون على تزوير الجنسي صدر قانون البصمة الوراثية. كانوا يتكلمون على أن إعطاء المتقاعدين حقهم المكتسب. نعم. حطوا قانون التأمينات تأمين. نعم. وأيضا قوانين الأسرة وإلى آخره. نعم. نعم. عشان أنا
أقطي هذه القوانين لابد أن تكون هناك دراسة مستفيضة أن أنا أطلع قانون يطابق الواقع والحقيقة. نعم. نعم. أنا بإمكاني أصدر 20 قانون صحيح، بس تطبيقه على الأرض الواقع والحقيقة ما في شيء. هني المشكلة. يعني أنا لما أقول لك مثلا لما أسوي دراسة أن 20% 30% من الشعب مثلا مرض السرطان بعد عنك مرض شائع صحيح. فاليوم لما هي أسوي تأمين أستخرج منه علاج السرطان أستثني منه، يعني الشائع عندي أن مرض السرطان مرض منتشر في الكويت صحيح. صحيح. لما اي مثلا في امراض معديه في امراض اشيله من التامين، شنو فائده التامين؟ او حتى احط تخصص النساء والولاده، يعني شنو يعني؟ من متقاعد او متقاعده راح تكون شويه شيء غريب. صحيح صحيح. لما تعطيني تحط لي قانون خلني انا استفيد منه صحيح. مو انا اخلي القانون بالدرج وتطبق علي في امور معينه انا ما احتاجها. فاذا اللي افهمه من كلامك استاذ محمد ان الخلل هو في عمليه الدراسه التشريع ما قبل القانون. ما قبل القانون. نعم. معارضتها بعض القوانين. أكيد. أكيد. خلافها على ارض الواقع. مو بس تصدر لي قانون تقول انا صدرت لك، لا انت صدرت لي بس شنو انا استفيد من هذا صحيح. القانون؟ زين خلينا نكمل النقطه هذه ونكمل ان هل القوانين هذه كانت على مستوى طموح المواطنين. لكن اعزائي المشاهدين نطلع فاصل جدا قصير وراجعين لكم مع ضيفنا لحلقه هذا اليوم الناشط السياسي والمحامي الأستاذ محمد طالب، خلكم معنا.
أعزائي عودة معاكم ولا زلنا مع ضيفنا الأستاذ محمد طالب الناشط السياسي والمحامي. أستاذ محمد، يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن بعض القوانين اللي قررت في 2013. سؤال بسيط، يمكن أنا يمكن أعرف إجابته، ولكن القوانين هذه اللي قررت هل وصلت إلى طموح المواطنين؟ أنا باعتقادي لا، لأن صراحة أنا أحس أن هذه القوانين اللي صدرت تعبت المواطن وما أعطت المواطن الحق أو الأمر اللي هو يتوصل للمواطن من حقوق مكتسبة له. مثال على ذلك قانون الأسرة، لو تكلمني عنه. قانون الأسرة، يعني إحنا اليوم قانون الأحوال الشخصية قانون قديم، نعم، وإحنا طالبنا من زمان، كنا نطالب بتعديل هذا القانون لبعض بنوده، نعم، بس ما قلنا إحنا ننشئ محكمة جديدة. يعني اليوم أنت عندك مثلاً 100 قاضي وعندك مبنى واحد، صحيح، وانت المبنى الواحد ما يكفي حق ال100 قاضي، صحيح، ما في قاعات وهذا، نعم، قاعد تشتغل على 10 مباني على 100 قاضي. يعني مو المفروض انت اول شيء توفر قضاة وتوفر توفر موظفين وتوفر آلية، نعم، بعدين تفكر تسوي مباني؟ صحيح. هل من المعقول ان انا انقل موظفين 3 مثلا في قصر العدل اشيلهم اوديهم محكمة اسرة في مبنى 8 ادوار وانا ما شفت في تعيينات جديدة؟ يعني المفروض ان اليوم عشان انا اخدم المواطن اوفر له الاليه الصحيحه. صحيح. هي اليه مو قانون على فكره. صحيح. القانون موجود، قانون موجود، قانون الاحوال موجود. وبالعكس لما صدر قانون محكمه الاسره انتقص درجه من درجات التقاضي التمييز. واحنا اليوم نتكلم عن شنو؟ نتكلم عن قضايا الميراث، نتكلم عن قضايا النسب، نتكلم عن قضايا الورث، نتكلم عن قضايا النفقات، الطلاق. اليوم تحرم الأطراف من درجة من درجة التقاضي، هذا أمر خطير. صحيح. وهذا دستوريا أصلا خطأ. صحيح. ثانيا توزع المحاكم بدرجة أنك توزع 5 محاكم أخرى، تنشئ 5 محاكم جديدة مؤجرة لصالح من؟ يعني للأسف اليوم التكسب السياسي اللي أنت تبي تتكسبه مو بهالطريقة. لازم تسأل القطاع الخاص من المحامين، تسأل الناس، تسأل المواطنين، استوي استبيان، ذوي الخبرة. خلينا نقول اليوم المواطن كعب داير. صحيح. لحد الآن احنا نعاني من إنشاء محاكم الأسرة. ليش؟ تودع الصحيفة هني، ترجع المحكمة القديمة تعلن، تختم الإعلان، ترد المحكمة الجديدة، استئنافها بالقصر، قضيتها في محكمة الأسرة في مناطق الله لا يوريك. صحيح. يعني في أحد ياخذ مبنى في المرقاب؟ يعني الصبح انت تمشي بالمرقاب ما تقدر تمشي بطريق المرقاب. يعني انت بتساعد الناس، صح؟ صحيح. تبي تنشئ لهم قوانين، لازم تكون في آلية معينة. صحيح. المفروض انه في عندنا موسم قضائي وفي عندنا اجازة قضائية. نعم. يفترض على محكمة الأسرة انها تنقل ملفاتها اثناء فترة الصيف. صحيح. تدري نقل الملف من محكمة لمحكمة انفقد كم ملف؟ لا. تدري ان القضايا قاعد تأجل كذي اداريا، وتأجيل من القاضي والسبب عدم وصول ملف للمحكمة المختصة. من يتحمل تأخير هالناس؟ اليوم هناك أسر، هو اللي يتحمل، الأسر هي اللي تتحمل. يعني مثلا زوجة أو مطلقة عندها 6-7 أولاد، مقاعدة بإيجار، قاعد ترفع دعوة، تبي تاخذ حقها بالقانون، تاخذ نفقة، تقعد سنة يصدر لها حكم. شنو كان نتيجة أو شنو كان الهدف من إصدار محكمة الأسرة؟ تسهيل أمور المواطنين، متسهيل، مو سرعة الفصل. صحيح. مو إن أنا ما أخلط المتهمين مع الأسر كون هي أحوال شخصية. صحيح. صحيح. تدري إن الحين صار العمل دبل؟ تدري إن الإجراءات القانونية صارت في إطالة أكثر من قبل تعقيدا؟ نعم. يعني اليوم إحنا نتكلم كمحامين، أنا محامي 17 سنة، عاصرت المحاماة من 1999. الحين لو تقول لي رد محامي يقولك اسمح لي، أنا ما بيصير محامي. ليش ما بصير محامي؟ الإجراءات العالم، والله العظيم قمت أنحرج من الناس الموكلين. صحيح. ما أدري شو أقول لهم، ليش أنا أصير في وجه الموكل بأخطاء وزارة العدل؟ صحيح. وغيره. صحيح. العالم قاعد تشكى، هذه عدالة يا جماعة؟ إجراءات التقاضي بسرعتها جزء من العدالة. أكيد أكيد، إقرار الحق. أنت عندك جهة، خلينا نقول واحد مظلوم طبعاً، والثاني مثلا ظالم، نفرض يعني بهذا المعنى. فإذا أنت لما تقر حق المظلوم هذا معناته كإنجاز يعتبر لك. بعدين نعم. اليوم عدد القضاة شوية. صحيح. قليل. حتى القاضي مو كمبيوتر، القاضي مو أداة، القاضي مو روبوت. شن تشمله في يحكم؟ نعم. تخيل الروق يوصل 30-35-40 قضية باليوم. شو بيحكم؟
فهذه هذه مشكله يعني. نعم. الدراسات مثل ما قلت لك الدراسات مو صحيحه. صحيح وقاصره في قبل اقرار هذا طبعا. طيب تكلمت عن نقطه جدا مهمه في الجزء الاول من البرنامج اللي هي زياده اسعار البنزين، ومثل ما انت ذكرت ان هذه تمس جيب المواطن او تمس المواطن طبعاً في حياته اليوميه العاديه طبعا. هل كنت تتوقع اداء افضل للمجلس بهالقضيه؟ المشكله انه ما نوقش مانو طلع في اجازه الاجازه اللي مات. نعم. المجلس اي اجازه المجلس ويو قرروا القانون وفي اول جلسه انعقاد او الاجتماع اللي صار ما استفدنا منه. نعم. ولكن اليوم هذا القانون او هذه الزياده بتاثر على اسر فعلا، يعني اللي عنده 3-4 أولاد، اللي اسره يعني الراتب ماله كمتوسط الدخل محدود الدخل. نعم. هذا قاعد ياثر عليه فعلا. صحيح. يعني هل من الممكن انه ما يكون في مشاريع تانية للدولة أنها تغطي العجز من غير ما تزيد البترول على المواطن؟ ما هو احنا نتكلم عن إصلاح اقتصادي أستاذ محمد. أنت لا يمكن تقدم على الإصلاح الاقتصادي إلا لما تكون في فئة راح تتأثر، وهذا شيء أكيد. طيب ما هو. نعم. هذا بداية طريق الإصلاح. نعم. الاقتصادي يعني إذا المجلس عارض، إذا احنا عارضنا، إذا المواطن عارض، هل تعتقد أنه راح يكون في إصلاح اقتصادي؟ إذن أنا ما عندي مشكلة زيد، ولكن. نعم. هل أنا أشوف في المقابل في تنمية سريعة في البلد؟ ماكو شيء في البلد يعني. نعم. اليوم إذا أنا أشوف والله أنا طبعا هذه ديرتي وأنا تهمني وأنا كمواطن كويتي دائما أطمح أني أوصل إلى مستوى الدول في كل آليات اللي قاعد تتبعها. صحيح. في آلية الآلية الإلكترونية، حكومة إلكترونية، الإجراءات المبسطة، التطور اللي احنا نشوفه في الإجراءات الحكومية، اختصار الإجراءات الحكومية طبعا. اليوم ما قاعد أشوف شيء. اليوم أنت زيادة تأخذها على شنو؟ أنت تعيين ما تعرف تعيين بالوزارات، تقول والله أنا عندي بطالة وعندي عدد كبير من الموظفين. فاليوم الزيادة على شنو؟ على جسرين مسوينهم على الخط السريع، الشوارع مكسرة، الاشتياي، شنو العلاج اللي انت قدمته حتى انا اقول والله فعلا انا ساعد من جيبي لدولتي؟ نعم. ما في احد صدقني، ما في مواطن كويتي راح يعترض على انه هو يساعد الديرة او الوطن اللي عايش فيه، ولكن أكيد. ورني خل اشوف. طيب انت كون تعطيل عجلة الاصلاح الاقتصادي، انا خلنا نقول اذا كان المجلس مساهم باي نقطه من عمليه تعطيل الاصلاح الاقتصادي، هل تعتقد ان هي الخلل صاير ما بين التشريع والمراقبه، او ان لا والله الخلل انا اوريدي عندي بالتشريع وتنفيذ او تطبيق التشريع اللي صار؟ وين تشوف قلة خبره يعني في دول صرحت قالت انا مستغني عن البترول خلال 10 سنوات القادمه. صحيح طاقات البديله. ليش ما عندي مصانع بالكويت؟ ليش ما عندي مصانع؟ ليش ما عندي مشاريع استثماريه؟ ليش ما انا اورد؟ ليش انا لما اقعد في مطعم اشوف لي سلعه الاقيها منتاج برا دوله ثانيه؟ امور بسيطه من البلاستيك الى الجزاز الى ما اشوف شيء والله. صناعه وطنيه شجعوا فيها قبل فتره وقفوا ماكو شيء. صحيح. فاذا انا ايش عندي استثمار؟ ما عندي له البترول، والحين البرميل نزل. صحيح. وانا قاعد اخذ من المواطن، والشوارع نفس الشيء، المباني نفس الشيء، التعليم نفس الشيء، الصحه نفس الشيء. واصبح اليوم لما كل مرشح حاليا لما يجي يتكلم عن مدارس، صحة، تعليم، خلاص اصبحت قضيه قديمه. صحيح. صدقني هذه القضيه احترقت خلاص، ما نقدر نسولف الحين عن تعليم. اليوم احنا قاعد نسولف على شنو؟ نسولف على اخلاق المجتمع. احنا وصلنا الى مرحله ان في تردي في اخلاق المجتمع. المجتمع اصبح سيء. شنو دليلي عشان باكر يقول لي والله انت قاعد توجه اتهام للمجتمع انه شلون المجتمع الكويتي سيء؟ روحوا شوفوا المحاكم، رول الجنايات باليوم 60، مخدرات، سرقات، نصب واحتيال، خيانة أمانة. في دولة رول الجنايات فيها 60-70 متهم باليوم، معقولة هذا الكلام؟ طيب ما هذا ما لازم يعطي الحق، أو خلينا نقول يعني احنا ما نخلي المواطن شماعة أستاذ محمد، بمعنى ان انت قاعد تقول أخلاقيات المجتمع تغيرت. ليش؟ طبايع الناس تغيرت. ليش؟ انت اذا تنظر للشيء هذا العالم كله على فكره، مو بس بالكويت. لا لا لا، يعني انا على يعني انا ما ادافع، ولكن انا اطرح كونسبت. نعم. معين اطرح. نعم. مفهوم معين ان الاختلاف هذا اللي صار في اخلاقيات المجتمع. نعم. هذا ما مو بس ينطبق على الكويت، ينطبق حتى على الدول الاقليميه اللي داير مدارنا. بس انت عندك في العدد، يعني انا عندي 1,000,000 مواطن حسب الاحصاء. صحيح. صحيح. شنو يعني انت لازم تسال نفسك، المجلس بدل لا يشرع لي قوانين تضارب قوانين وامور خاصه بالسياسه، يفترض ان اول شيء يعالج حل مشكله المجتمع من. صحيح. اي ناحيه؟ صحيح. في احد يتعاطى من غير سبب؟ اكيد.
طبعًا. في احد ينصب من غير سبب؟ في احد يبوق من غير سبب؟ أكيد. مو لازم انا اليوم اشكل لي لجنه اشوف حال المجتمع، مو لازم اشوف اليوم اللي يبوق، مو المفروض اشوف شنو راتبه وشنو دخله وشنو مصاريفه. تعتقد قله الرقابه على المال العام هي اللي قاعد تخلي المواطن يبوق، او هي اللي قاعد تخلي هذا شيء بديهي؟ هذا شيء بديهي. المال العام خله صوب، انا قاعد اتكلم على دخل المواطن. اللي يتعاطى شكله يا انه عنده مشكله مع زوجته، او عنده مشكله مع دوامه، او ما قاعد ينصفونه في الدوام، او انه عنده مصاريف معاشه 1000 دينار، الايجارات البيوت على 700 دينار، عنده مره بيصرف عليها، عنده عيال، عنده سياره، زاد البنزين، زاد النفقات. يا جماعه سولفوا على الموضوع، حصل المرشحين الحين، تركوا عنكم تعليم مباني، ترى صار شيء قديم. الان انا قاعد اتكلم على مواطن، قاعد اتكلم على فرد في المجتمع. صحيح. اذا انت ما اصلحت المجتمع راح تواجه قضايا. صحيح. راح تواجه تداخل مشاكل، والدليل جناية. الدليل تروحوا وين الاحصائيه القضايا اللي انت قاعد تقول عنها؟ قاعد اتكلم على 60 قضيه يوميا في كل دائره. لا اله الا الله. يعني شنو يعني؟ كله كويتيين يعني، حتى لو اقول جزء منهم وافدين، ولكن الاغلبيه الكويتيين. لا لا اكيد، بعد انت في اسباب يعني. اكيد اكيد. نعم. في اسباب. زين، خلينا نتكلم عن دور المجلس في مراقبه المال العام. طول احنا تكلمنا عن ناحيه الاقتصاديه وناحيه الاخلاقيات. مراقبه المال العام انا اشوفها تحمل في طياتها الكثير، دور اخلاقي خلينا نقول لمجلس الامه، دور تشريعي كذلك لمجلس الامه. وين تشوف دور مجلس الامه في مراقبه المال؟ خلينا نتكلم صراحه ولا إيه؟ لا 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 لا، انا اقول لك شغله، احنا في برنامج الطريق الى المجلس مثل ما احنا ذكرنا، ما باقي على الانتخابات الا شهر، فاذا انت ما تحط ايدك على الجرح، والمرشح الفلاني ما يحط ايده على الجرح، والناشط السياسي ما يحط ايده على الجرح، لا طبنا ولا غدا شهر. عطني حاله من الحالات اللي صارت، من التامينات الى الناغرات الى القبيضه اللي يسموها مجلس الامه الى 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 الى، عطني حاله واحده ردوا فيها الفلوس. عطني حاله واحده. طب شنو الرقابه؟ هذا دور القضاء. ماشي، هذا دور القضاء صح. ولكن اليوم لما انت ما تحيل الا بعد، او ما تسوي حمايه لهذا المال، ترى على فكره انا قاعد اتكلم، خلينا نتكلم عن التامينات. زين، هل بقاله هي؟ ما هي بقاله، مو صندوق حصاله حاط فيها فلوس. حكوميه اداره ماليه، تشيكات، مبالغ تطلع. فاذا في خلل بالرقابه. خلل طبعا. نعم. شلون انت تهد الشخص يتصرف بمحض ارادته في اموال خاصه بالدوله دون رقابه، وبعد سنوات تكتشف ان هناك تجاوز واختلاسات؟ شنو يعني؟ يعني شلون تقول والله رقابه؟ نعم. تحيل بعد شنو؟ لجنه مكافحه الفساد ما كانت لجنه مهمه انها تحارب الفساد وتسال الناس من وين لك، من اين لك هذا؟ ليش نحل من ردة التشريع؟ انتم كمجلس شرعتوا؟ شلون جت المحكمة السورية الغتها؟ معناته في خلل بالتشريع. زين، ليش من يوم ما حلوا هذا هذه اللجنة او هيئة مكافحة الفساد، من يوم الحل لليوم ليش ما تشكلت مرة ثانية؟ ترى على فكرة هذه اهم هيئة، وهذه اللي تضمن الضمانة وحماية المال العام. طيب انت خلينا نتكلم صراحة استاذ محمد، ما طول، انت بغيت صراحة، اذا الهيئة انوجدت وانا عندي اوريدي قصور من ناحية التشريع، قصور من ناحية القوانين، الهيئة هذه راح تكون هيئة صورية. وإحنا شو نقول؟ إحنا نقول إن اللي يشرع المفروض يكون ذات خبرة ويعرف شنو الثغرات، خاصة إن كثير من القانونيين في أعضاء مجلس الأمة ترى كثير قانونيين. صحيح صحيح، هذا صحيح. فإذا أنت ما تشرع، ما تعرف تشرع يا أخوي، سل هد الكرسي وامش. هو مو تكسب سياسي. لا أكيد. مو أنت قاعد بس، أنا والله صدرت 100 قانون، 50 قانون، 70 قانون. اليوم أنت لما تصدر قوانين المفروض تفيد فيها المجتمع، تفيد فيها الحكومة، تفيد فيها الرقابة المالية. لما تي كل ساعة وتصدر لي قانون، يأتي المحكمة طقت القانون. طبعاً قضاء، أكيد ما نقول شيء، ولكن اليوم أنت شو قاعد تشرع؟ بس قاعد تحط لي إحصائيات إن أنا سويت وحطيت؟ ولا إنه هو بس، ولا هو تكسب سياسي؟ للأسف كلام المرشحين، وأنا كنت مرشح قبل. صحيح. كلام المرشحين أثناء الانتخابات يختلف تماماً أثناء الوصول إلى مجلس الأمة. ليش؟ هو طبعا تكسب يعني. اليوم انا عشان اجمع اصوات لازم اعرف وين نقاط الضعف عند المواطنين. المواطنين الكويتيين طيبين. واحد يطلع بالتلفزيون يقول والله انا احط لكم، خاصه المتقاعدين الكبار بالسن، شو هذا يضبطنا باكر. والله طلع واحد تكلم عن قانون المعاقين، يا اول المعاقين شو هذا، راح يحط لنا كذي، راح يعطينا امتيازات. بعدها ما راح يشوفون الريال، وهذا ترى من زمان ما هي جديده. ولكن اليوم الهدف اللي هي المصلحة العامة، مصلحة البلد. الناخب لما بيصوت المفروض يفكر لا بقبلية لا طائفية لا فئوية، المفروض يفكر
باللي يعني المفروض انه يصير، مو المفروض انا بس والله كل سنه الوعود. نفس الوعود نفس صحيح. الكلام نفس صحيح. الافكار صحيح. زين خلينا نتكلم عن ما طول انت جبت المواطنين وامال وطموح المواطنين، يعني احنا ذكرنا ان هذا المرشح او اللي يرشح نفسه يوعدهم راح ابني لكم راح اسوي لكم راح راح راح. اذا قلنا طموح او سقف طموح وامال المواطنين، كونك انت في مرحله من المرحله او في فتره من الفترات كنت مرشح ولامست الشيء هذا عن قرب وعن كثب، اذا قلنا السقف هذا مع التطورات اللي قاعد نشوفها في المشهد الحالي شنو رايك؟ يعني طب وين التطورات؟ ترى المواطن شيء من التطورات الاخلاقيات اللي ذكرناها. اي هذا قصدك السلبيات اللي قاعد تصير. نعم. المواطن شنو يبي؟ يبي له بيت يضمه هو واسرته، يبي له ما ينظلم في دوامه، ما يله واحد على قولة احد الوزراء انه يله بالبرشوت ويعين تعيينات برشوت، ما يبي كذي. يعني ما يصير، يبي له بيت يحميه هو واسرته، يبي له دخل يغطي مصاريفه على حسب الوضع الاقتصادي للبلد، يبي له الله يسلمك يدرس عياله في مدارس محترمه، يبي له علاج في بعض المستشفيات اللي الله لا يواريك يعني. نعم. يبي له علاج. شنو يبي المواطن لما ما يشوف لا صحه ولا تعليم ولا بيت ولا شيء وايجار؟ طيب هذا معناته احنا ما اختلفنا في طموحات المواطن، هذه الاشياء اللي انت قاعد تقولها صار لها 50 سنه من المفروض ينفذها. ترى مو عضو مجلس امه ومو ساحر عشان عنده عصا يوصل مجلس يطقها شيء يقول لك تفضل هذا بيت هذا مدرسه. تعاون السلطتين هو الاساس. المفروض يعني تبدي من الحكومه. صحيح. الحكومه صحيح. تملك الكل. صحيح. يعني في 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 يعني الحكومه لما تيجي تقترح اقتراح لصالح المواطن اعضاء مجلس امه يقدرون يعرضون هذا الاقتراح؟ مصيبه. ما يقدرون، لان هي مصلحة الشعب مو مصلحة البرلمان ولا مصلحة المرشح. فاكيد مثل ما انت ذكرت استاذ محمد ان الوصول الى طموحات المواطن او حتى اماله سهله ولكن عن طريق تعاون الحكومه مع المجلس. زين خلينا نطلع فاصل جدا قصير اعزائي المشاهدين وراجعين لكم لمتابعه الجزء الاخير من برنامجنا. راح نتكلم عن القضاء، استقلال القضاء، هيئه القضاء بشكل عام بالكويت. خلكم معنا. أعزائي ما زلنا مع هموم المواطن، مع تطلعات المواطن، مع الطريق إلى المجلس، مجلس 2016، مع ضيفنا الناشط السياسي والمحامي الأستاذ محمد طالب. أستاذ محمد دينا حق النقطة الأخيرة واللي أنا أدري هي تمسك أنت بالذات كونك رجل محاماة، استقلال القضاء. بدينا تكلمنا عن دور مجلس الأمة في تعزيز المفهوم هذا، مفهوم استقلال القضاء، شو تشوف؟ أول شيء إحنا قاعد نتكلم يفترض حسب الدستور إحنا قاعد نتكلم على سلطة قضائية. نعم. والسلطة القضائية لما أقول سلطة، نعم، لابد أنها تكون سلطة مستقلة بتاتاً إدارياً ومالياً. صحيح. اليوم أنا بالكويت ما عندي سلطة قضائية، عندي هيئة قضائية، عندي قضاة. ليش؟ لأن أصلاً هذه السلطة المفروض هي تحكم نفسها بنفسها. نعم. يعني مو من المعقول أن هذا الشيء مو متحقق عن طريق وزارة العدل وال يعني يفترض أن السلطة التنفيذية، نعم، ما تتدخل في السلطة القضائية. هناك فصل بين السلطات. نعم صحيح. تشريعية، تنفيذية، قضائية. نعم. السلطة القضائية يفترض أن يكون هناك هيئة مستقلة لها يرأسها رئيس مجلس القضاء، يتصرف في هذا الهيكل إداريا وماليا. نعم. بالتعيين وأيضا الأجهزة المساعدة لها. أكيد. لليوم أنا عندي مجلس القضاء احد اعضائها وكيل وزاره العدل. اها. لغايه الواقع الاخيره اللي صارت بان وزير العدل يتدخل في قرارات مجلس القضاء. نعم. في تعيين القضاء، في ترقيه القضاء، في تغيير. اليوم مجلس القضاء اصبح ما له راي في تعيين واختيار المستشارين حسب الترقيه، حسب قرارات مجلس القضاء. فاذا اليوم عشان بعالج انا الامر الاساسي والمهم في هذه الدوله اللي هي استقلاليه القضاء، العداله. اليوم اذا بلد ما فيها عداله طبعًا. مشكله طبعًا. فيفترض ان انا اريح العداله واعطي حقوق هذه العداله حتى تحكم بين الناس باريحيه. نعم. باريحيه جهات اداريه، باريحيه ماليه، باريحيه تعيين. ليش دائما نقول القضايا تاخر؟ ليش دائما نقول القضايا تاخر؟ فعلا القضايا قاعد تاخر. صحيح. بس اليوم هل
في هناك علاج لهذه القضايا؟ تشوف مجلس الأمة ساهم من ناحية هذه، من ناحية إيجاد علاج خلنا نقول؟ لا يعني أنت اليوم دم تحط قانون، مو المفروض تأخذ رأي الجهة؟ طبعاً. يعني يصير أنت تفرض قانون على جهة قضائية هي تحكم بكل الأمور؟ لا لا يمكن. يفترض أن أنت اليوم تأخذ القانون من رحم السلطة القضائية، ما تي أنت تحط قانون على كيفك وتقول أنا بصرح وبحط، خاصة قانون مجلس الدولة الأخير. طيب وين الخلل؟ الخلل بلغة التواصل. الخلل ما في ما في ما في ما في تواصل، ما في تواصل بين الحكومة وبين السلطة القضائية لسبب. يفترض أن السلطة القضائية في استغلالية القضاء كان مفروض من زمان، ترى مفروض أول مشروع يخلص من المجلس. شنو يعني يخلص المجلس من حل والحين يطلع تصريح يقول راح نناقش موضوع استغلال كل سنة قاعد نأجل على انتخاب مجلس قادم؟ اللي قاعد يتضرر من هذه المسألة المواطن. المواطن صحيح. لأن أنت شنو؟ أنت اليوم اللي بيعين له 100 قاضي، الرئيس مجلس القضاء ما يعرف يعين 100 قاضي، ليش؟ لازم يرجع لوزارة العدل ووزير العدل أنه هو يحدد له ميزانية معينة عشان يعين 100 قاضي. ليش صار في عندنا اكتفاء قضاة؟ لأن أصلاً ما في تحرك، ما في استغلالية. ثانياً المباني ما قاعد تسمح، اليوم أنت مو مفروض تطلعني برا، هناك مباني غير صالحة. صحيح. مفروض ترمم، تعدل، تبني في مساحات فاضية. صحيح. مو مثل ما ذكرت اني انشئ مدينة يعني المفروض ان تكون مدينة قضائية تجمع كل المواطنين. صحيح. من اسرة، من نيابة، من سلطة. صحيح. قضائية. صحيح. كذلك التعيينات اللي تمت كاختيار وكلاء النيابة والتعيينات اللي تمت في ادارة الخبراء، هل كان في تدخل؟ طبعا. المفروض ان اولا وكلاء النيابة من اختصاص السلطة القضائية. شنو علاقة وزير عدل انه يعتمدهم؟ شنو يعني؟ انت عارف اليوم الروح الرد هي مسألة سياسية. صحيح. صحيح. أي وزيرية محلل من مجلس الأمة بيضبط ربعه. نعم. بيضبط شغله. صحيح. يعني خلنا نكون صريحين، هذه دولتنا كذي. كلامي هذه دولتنا. بيب وكيل من برا، بيب مدير من برا، بيب مساعد من برا، بيعين اللي بدائرته، بيعين. ترى هذا شيء طبيعي، ولكن شنو دور الرقابي الحكومي مجلس الوزراء على هذا الوزير عندما يستقل هذا الأمر، وخاصة لما يكون عضو محلل. نعم. كوزير. نعم. ليش اصلا ليش انا اتدخل في السلطه القضائيه؟ معقوله اللي يحكم يروح يرفع دعوه؟ حاكم، قاضي حاكم يحكم بين الناس ويصدر احكام تلزم باسم صاحب السمو امير البلاد ويلزم فيه الجهات التنفيذيه والجهات المعنيه بتنفيذ هذا الحكم. صحيح. يروح يرفع دعوه يطالب ببعض رواتبه؟ معقوله هذا الكلام؟ لا يمكن. من متى احنا عندنا القضاة يرفعون دعاوي؟ الاونه الاخيره كل القضاة قاموا يرفعون دعاوي. تي ليش؟ العدل ما قاعد تصرف امتيازات، العدل ما قاعد تصرف رواتب، العدل ما تصرف انتداباتهم، قام يوصلون شكاوى في النيابة العامة للوزارات. اليوم المفروض القضاء يبعد كل البعد عن منع هذه الأمور، الإجراءات القانونية. ليش القاضي يرفع دعوة وهو الحاكم؟ هذه المشكلة تنحل في الاستغلالية. معناته في خلل. أنت اليوم قاعد هذه سلطة قضائية المفروض يحكم بأريحية. تجيب مثلاً تشوف القضايا باليوم عنده 50 قضية بالرول. وهو أصلاً الإمكانية الإدارية ما قاعد تسمح. صحيح. فاليوم شنو يعني إن أنا اليوم قاعد أناقش استغلال السلطة القضائية، وشنو يضرني أنا لما أخلي القضاء مستقل بذاته مالياً وإدارياً؟ شنو يضر؟ تعتقد المجالس القادمة راح تشتغل على هالناحية هذه خصوصاً أهميتها؟ صلنا فترة طويلة قاعد نتكلم هذه المسألة. حتى دليل ذلك لليوم في تصريح لاحد المرشحين يقول ان احنا من اولوياتنا في المجلس القادم ان احنا راح ننهي مشكله استغلال القضاء. زين وينكم؟ صار لنا كم سنه المجالس السابقه. صحيح. وينكم؟ صحيح. اذا انتم هذا كان فكركم وان المجلس كان حكومي بحت، وينكم ما ناقشتوا؟ تصدر لي قانون تسوي صدام بين سلطتين ويتوقف المشروع؟ غلط اكيد، لان القانون قاعد يعارض. غلط يعارض القانون. صحيح. بعدين كثرة المشاريع قاعد تسوي ربكه. زين ما طول. نعم. تكلمت عن اصطدام القوانين وهذا، يمكن في حادثتين صارت خلال فترة الأسبوع اللي فات أثناء عملية فتح باب الترشيح. شفنا أن بعض المرشحين من الأسرة الحاكمة يبون يرشحون أنفسهم. نعم. ما طول أنت وقالوا في بعض الآراء القضائية وبعض الآراء عفوا القانونية تقول إن في اصطدام. صح. ما بين قانون الترشيح. صح. وما بين كونك أنت من أبناء الأسرة. نعم. الحاكمة، وجهة نظرك أنت من هالناحية. طبعا إحنا خلنا نرجع للدستور. نعم. خلنا نرجع حق المذكرة التفسيرية. نعم. المذكرة التفسيرية جزء لا يتجزأ من الدستور. يعني اليوم أنا أي قانون أو أي نص بالدستور. نعم. أرجع مذكرة تفسيرية اللي المشرع حدد لي الهدف. صحيح. الدستور لما يحدد قال لك ذرية مبارك ما يترشحون. حلو. يبعدون عن التجريح ومنعه، ولكن هناك الطريقة الوحيدة لوصولهم لأمور السياسة هو التعيين. نعم. بس ما حدد
يعني اليوم مو كل من يملك عائلة الصباح يعتبر من الأسرة الحاكمة، احتمال يكون مو من الأسرة الحاكمة، حدد بس ذرية مبارك. فهناك رأيين فعلا، إذا رجعنا للمذكرة التفسيرية وهو جزء لا يتجزأ من الدستور ملزم، فإذا أي واحد من ذرية مبارك ما يجوز لأنه يترشح، ولكن هناك أشخاص من الأسرة الحاكمة يحملون أسامي عائلات ويعتبرون شيوخ، حسب تفسير هذه المادة يجوز. يجوز، ولكن الأمر يرجع للجنة المشكلة اللي راح تفحص كل طلبات المرشحين وأن توقف ما توقف، ويرجعون حق المحكمة إذا كان هناك عدة طعون. ولكن هذا رأيي. هناك الرأي الأخير هو للجنة اللي عادة تفحص طلبات. تفحص طلبات وتحيل للمحكمة في حال إذا وقفوا ترشيح. لكن أي شخص ما في تشريع واضح. تشريع في ذرية مبارك فقط، وأن أسرة حاكمة. اليوم الأسرة الحاكمة معروف أن صحيح. اليوم أنا أعطيه سلطة أو أعطيه وزير أو أعطيه جزء من معين في إدارة الدولة، وأن أنا عينه عشان أبعده. ولكن في أمر ثاني أنه معنويا ما يجوز. يعني هذا مجلس الأمة. نعم الأسرة جزء من الأمة، ولكن هي تملك التعيين في وزارة الدولة بحظوظ أكبر من المواطنين العاديين من الأمة. هل نفس الشيء، عفوا مقاطعتك، بس هل نفس المعنى هذا ينطبق على ترشيح المواطنين؟ احنا ندري ان مثلا الجنسية الكويتية هي درجات مثل ما انت عارف، الكل عارف. هل نفس الشيء هذا ينطبق؟ الشرط ما حدد ثامنة سابعة خامسة صفة أصلية ولا كويتي الجنسية، بصفة أصلية كويتي الجنسية، فما حدد، فأي واحد يحمل جنسية الكويتية يترشح. يعني ما قال بصفة في سابعة، أعتقد في ثانية، في درجات، لكن القانون ما حدد. فهذه اللجنة هي اللي راح تفحص طلبات المرشحين، من عليه سوابق، من عليه قضايا، من عليه إساءة لصاحب اسمه حسب التعديل الأخير، هذه كل الأمور راح تناقشها. وطبعا في أثناء رفض طلب المرشح هناك محكمة راح تنظر طلبات اعتراض المرشح، راح يعترض القرار المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية، وتنظر القرار هل هو فعلا يجوز الترشح من عدمه. طيب قرارات اللجنة هذه اللي من خلالها تبت انه والله هذا لا حق يترشح او ذاك ما له حق يترشح، هل هي مستقلة؟ هل هي في قوانين تحكمها؟ يعني هاي يمكن نرجع لموضوع استقلالية. طبعا يرجع القوانين، ولكن تدري بعض القوانين مرنة. يعني شخص يرى أنه ما يجوز وشخص يرى أنه يجوز. فالمرجع الأخير يكون لهيئة المحكمة اللي هي تحكم بلا نقاش وبلا منازع. أكيد. ونتأمل مثل ما يقولون أنه يكون في قوانين واضحة وما يكون في تعارض مثل ما أنت اللي ذكرته في بداية الأمر. أنا ما أدري إذا عندنا وقت. إحنا تقريبا عندنا على حسب ما يقول المخرج تقريبا 3-4 دقائق. يعني بعجالة. يعني خلينا نتكلم عن قانون الجرائم الإلكترونية. نعم كان هناك عندنا ثقرة وعندنا نقص في محاسبة من يتعرض لمجتمع لمواطن لأي إن كان، وتشرعت عدة قوانين، ولكن اليوم إحنا يا ما عندنا قانون يا عندنا أربع قوانين دشون ببعض، ما يصير. نعم صحيح. يعني اللي يحدد لي قانون واحد ينظم كل المسائل ويكون واضح بين متناول الجميع، ما يصير يكون في ألغاز. المحامي يفتح هذا الألغاز بس المواطن ما يقدر يفتح هذا الألغاز. أبرز ما يعني تقنية المعلومات، المرئي ومسموع، جرائم إلكترونية، النشر، معقول هذه كلها تتعارض مع بعض؟ يعني اليوم تبي تشتكي أنت على واحد أسألك في الواتساب، ترجع قانون ما تلاقي فيه بند في قانون الجرائم الإلكترونية، تروح قانون المرئي ومسموع تلاقي فيه، تروح قانون، يعني أنت ليش ما حددت لي؟ يعني شنو أنا بعرف شنو الاستعجال؟ اربط الاربع قوانين، صدر لي في قانون واحد صحيح. يضم كل الامور الخاصه صحيح. المجتمع واللي يتعرض للمجتمع. صح انت صدرت قوانين الغسيل الاموال والارهاب والمخدرات والامه والى اخره والتجريح الديني احسنت، ما احنا اوكي خلصنا، بس في اشياء ثانيه تخص الفرد صحيح. هذه الدوله مع الفرد، ولكن صحيح. في فرد زين، ليش ما قاعد تطبق القوانين؟ ليش ما قاعد نطبق الان في الاونه هذه؟ راح نشوف تجريح كثير طبعا، اكيد من فئه لفئه، وسائل التواصل تسخر بالشيء. قبل ما كان عندنا قانون الوحده الوطنيه، يعني عندنا قانون الوحده الوطنيه لما انا اتكلم هذا شيعي، هذا سني، هذا بدوي، هذا حضري، لابد ان اطبق القانون فورا، ما اعطي مجال. هذا مرشح ما عنده حصانه، مواطن عادي ما اسمح لاي مرشح ان يتعرض لفئه معينه في المجتمع ايا كان، سني، شيعي، بدوي، حضري. وهذا المؤمل منهم استاذ محمد، يعني لا بس ما يتكسب واحد يمثل الامه يروح يسيء الى فئه من فئات ما يتكسب يعني على حساب المجموعة الثانية. عيب
هذه عادات وتقاليد. احنا صحيح. في بلد في عادات وتقاليد، ما اعتقد ان عادات وتقاليد راحت، اذا زالت عادات وتقاليد فاذا خلص اي قانون راح يمنع. اكيد فاذا الحين لازم يطبق قانون الوحده الوطنيه في اي شخص يتعرض لاي فئه كانت في المجتمع على حساب انه بيوصل لمصالحه في مجلس الامه. نعم. المفروض يحال لقضايا من الدوله او النيابه العامه، ولا يمكن هذه تكون اخلاق واحد مرشح نفسه يمثل الامه او يمثل حتى فئه من فئات الشعب. هذا يفرق اصلا. اكيد اكيد. فاحنا مو ناقصين صراحه، يعني احنا وصلنا لمرحله اكتفينا من المشاكل. صحيح. فاحنا جايين نزيد النار حطب، يعني نتامل ان تكون مرحله استقرار باذن الله تعالى، سواء على الدوله او حتى المواطن. نتمنى. استاذ محمد، كلمه اخيره، ما طول ما بقى شيء، المخرج قاعد يقول لي، فكلمه اخيره فقط انا اقول للناخب، بما ان احنا في موسم انتخابات، ان لازم يختارون صح. يا جماعه شوفوا الشخص اللي يستحق انه يوصل لهذا المجلس. خلونا من الامور الفئويه القبليه الطائفيه. نعم كل واحد انا ادري فزعته لطائفته وغبيته، هذا شيء طبيعي، ولكن مصلحه الكويت هي الاهم فوق الكل. صحيح. لان احنا اليوم في ازمه. اكيد. الله كريم ان شاء الله، والله يحفظك. اشكرك استاذ محمد على اللقاء هذا، امانه يعني حطيت ايدك على كثير من الجروح. حاولنا اعزائي ان نناقش قدر الامكان القوانين اللي اقرت، استقلال هيئه القضاء وغيرها من القوانين اللي مست المواطن الكويتي بشكل مباشر. كان معاي ضيفي في برنامج الطريق إلى المجلس الناشط السياسي والمحامي أستاذ محمد طالب، كنت أنا معاكم دكتور محمد الموساوي، نتلاقى إن شاء الله بحلقات قادمة، وشكرا جزيلا، تصبحون على خير.